في غمرة انشغاله بقيادة حملات انتخابية عام 2016 أملاً في تولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، برزت روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين يشكلان هاجساً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مزاعم التأثير على الناخبين بهدف ترجيح كفته في الانتخابات الرئاسية على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. I, Donald John Trump, do solemnly swear. دخل ترامب البيت الأبيض تظلله سحب روسيا ولم ترحل، فجاء رشاكيا: أرى سحبا لا تزول. لقد كان محقا، فقد تطورت الصلات المزعومة بين حملته الانتخابية وروسيا إلى مادة استدعت تعيين محقق خاص لا يزال يتحرى قضية هامة هي مدى تواطؤ ترامب وكبار مساعديه خلال الحملات الانتخابية الرئاسية مع روسيا. فسقط بعض المساعدين وبقي ترامب هنا في البيت الأبيض يرمق بحذر الخلاصة التي سيتوصل إليها المحقق المستقل روبرت مولر. في خضم ذلك يعتقد الرئيس دونالد ترامب أنه يتميز على أسلافه من الرؤساء الأمريكيين الذين عاصروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقدرة على إقامة علاقة مثلى مع روسيا أصلح لأمريكا من علاقة التنافس والتباري. منذ توليه الرئاسة في يناير عام 2017 التقى ترامب بالرئيس بوتين مرتين فقط، لقاءات هامشية، وبذا يكون لقاء هلسنكي القمة الأولى بين الرجلين ولعلها الأهم لعدة أسباب. ذلك أن أي رئيس أمريكي يخشى انقطاع قنوات الاتصال بينه والرئيس الروسي حتى لا يساء فهم السياسات وتتولد أخطاء تدفع جيشي البلدين لمواجهة قد تخلق كارثة عسكرية ليس داخل أمريكا وروسيا وحسب، بل وفي كل أنحاء العالم. ولذلك فإن هذه القمة ستفتح قنوات الاتصال الضرورية بين القوتين العظميين. يدخل الرئيس دونالد ترامب القمة بنية الموافقة على تمديد معاهدة ستارت 2 خمس سنوات أخرى. وستارت 2 هي معاهدة وقعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع روسيا في مايو عام 2011، والتزمت بموجبها واشنطن وموسكو على إجراء خفض جوهري في ترسانتيهما النووية بحلول عام 2021. ستبحث القمة قضايا أخرى هامة مثل الوضع في أوكرانيا وكذلك العقوبات التي فرضها الكونغرس الأمريكي على روسيا جراء محاولتها التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية. ثم هنالك الوضع في سوريا حيث تستمر روسيا في دعم الرئيس بشار الأسد، بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعم معارضيه، مما قد يقلل فرص الاتفاق هنا ويعزز كذلك من اعتقاد أولئك الذين يتوقعون للقمة حصاداً ضئيلاً. لقمان أحمد، بي بي سي، واشنطن.